سنتين. سنتين فقط، مفيش اطفال؟ لا في طفل صغير. في طفل صغير. طب ما بتحاولوش علشان خاطر الطفل ده يبقى فيه لغة من الحوار؟ هل انت بتقدمي لغة الحوار هو بيرفضها ولا ايه اللي بيحصل هو بالظبط؟ بيرفض تماما، هو عايز ان كل حاجة هو اللي يقول هو اللي يعمل، وللأسف ان هو بياخد ان الدين بيقول كده، ان ديننا بيقول ان الست ما تتكلمش، الست ملهاش رأي، الست ملهاش اي حاجة. امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا؟ يقولك استوصوا النساء خيرا، ده في البيت ان انا اجيب لك اكل وشرب، لكن مش ان انت تتكلمي ولا تقولي رأيك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحاور مع زوجاته؟ بيتحاور بس ما بينفذش كلامهم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع زوجاته؟ عليه الصلاة والسلام ماشي عايزة نلعب يعني معاها في يعني حاجات البيت احنا نقدر يعني نبلورها بحاجات بطريقة يعني بالظبط. سهلة جدا. يعني فعلا انا نفسي الدكتور يقول لي حل للموضوع، لان ما فيش حوار خالص. حاضر حاضر، ميرسي احنا جدا بنشكرك حضرتك. يا شيماء، شكرا جزيلا بجد، انت يعني اثريت الحوار. ان شاء الله هنوجه لك حالا باذن الله رساله، والكل اللي بيشوفونا اكيد ان احنا ما بنوجهش لشيماء بس، احنا بنوجه لاغلب البيوت اللي طبعا بتعاني من هذا الموضوع. شيماء قالت نفس الكلام اللي احنا بنقوله، الخرس الزوجي انا بحاول اتكلم معاه، هو عنده يقين واعتقاد وقناعه كامله، انا بعمل لك كل ما هو كويس في البيت، انت مهمشه. نعالج ده ازاي؟ اولا شيماء، بما انك انت اللي ابتديتي فبالتالي هيقع عليك العبء انت، يعني العبء بالكامل هيقع عليك انت، وده دايما اي حد بيشتكي او اي حد بيسال لازم بنقول له معلش استحمل، هتحس ان النصايح كلها موجهه ليك انت. في بعض النساء يظن ان الحل دايما عند النساء، واجب عليهم ان هم لا يتحملوا، فاحنا بنقول لا، بس عشان انت اللي متصله فهنقع يعني هنوجه ليك الكلام والنصح، والنصح ليك انت. اول حاجه الرجل دايما انا بشبهه بالرجل الكفيف، فالرجل الكفيف لما يتعود على مكان بيتحسس مشيته بدون ان يلمس، خلاص تعود فعارف بيمشي ازاي. فالمراه بعض النساء بيستسلم للوضع وبنسميها اللي هو بيقولك تيك يو فور جرانتد، يعني ايه؟ يعني بياخذك كانك خلاص بحطت ايده في المكان ده، ما بتشتكيش، عارف الروتين بتاعك، وانت صمتي خوفا من سيستم كامل، السيستم بقى سيستم في البيت، نظام بقى في البيت متعود عليك انك انت قاعده ما بتشتكيش وخلاص تعودتي على هذا. شطاره المراه بقى انها تعمل ايه؟ بدل ما الكرسي اللي هو كان الكفيف ده بيبقى مش عارفه او يعني بيتفاداه، لا انت حركه له بقى، كل شويه تحركه له في حته لغايه لما يظن ان هو لازم ياخد انتباهه منك من وجودك. ده باين عن ايه؟ يعني تعمليه ازاي بقى؟ انك انت دايما لازم تثبتي له ان سعادتك تقدري تحضريها مع تستحضريها مع نفسك، عن طريق انك انت تلعبي مع طفلك دوت، عن طريق انك انت ليكي صديقات تقدري تقضي معاهم وقت كويس قوي، خليه يخش دايما يخليكي تلاقيكي مبتسمه، يلاقيكي سعيده، فيستغرب انت ازاي كنت الاول مستنياه هو يقول لك كلمه حلوه عشان ايه؟ عشان او تضحكي او عشان تبتسمي. لا، اثبتي له ان تقدري تعملي ده بذاتك انت وبنفسك انت، ده كمان هيساعدك قوي ان يبقى عندك الثقه بالنفس زايده، وكمان يبدا يديلك الاحساس بانك انت موجوده. هو اول ما يحس انك انت في تغيير هيبتدي يديلك انتباه. هو في ايه؟ لان انا بجبر اللي قدامي ان هو يديني الانتباه، بجبر اللي قدامي ان يحطني في تفكير وحيز تفكيره. لو انت فضلت بحطت ايده زي ما بيقول خلاص تناساكي تماما ولا تشغلي اي حيز من تفكير، وبالتالي من افعاله لن تجدي الا القليل، او من كلماته لن تجدي الا القليل. لفت الانتباه واحساس الزوجه بالقيمه، بقيمه نفسها، لازم توصل ده لزوجها. ما هو النهارده البني ادم في غلطه بيقع فيها اولادنا بناتنا بالتحديد، لما بتيجي تتزوج بتفرح فرح شديد جدا طبيعي. وبتظن ان هي خلاص حققت الحلم، لكن هي بتغفل ان بعد هذا القران ما يعقد لازم عليها دور، ده البدايه هتكون بعد هذا، بعد هذه الخطوه. في ناس بيظنوا ان بعد القران في هناك السكينه والموده موجودين برا الباب بتاع الشقه، هتخش تلاقيهم موجودين. فدي نقطه مهمه جدا، ان انا لازم ابتدي اعرف ان انا هفعل من النهارده بقى ازاي ان انا اكتذب دايما، ازاي ان انا اكون جاذبه للحوار. انت النهارده بتتحدث مع مين؟ مع اللي بيحسسك باهميتك، نعم. مع اللي فاهم انت عايز ايه وبيقوله لك. يعني مثلا يا شيماء لو هو يعني بالحاجات اللي بيحبها مثلا نوع من انواع الرياضه، اقراي عن هذه الرياضه، تعلمي فنون هذه الرياضه. لو بيلعب لعبه معينه زي اللي بيلعبوا الالعاب الجيمز، لو هو حافظ القران احفظي اكتر منه، لو هو مفسر الحديث انت اقري اكتر منه، حسسيه بان الدفع يبتدي هو يقرب منك قربا، او هذا يعني يحدث الى التعلم او الى التقرب من هذا الشيء الجديد. لكن مشكلة بناتنا بطلي شغل حاضر، بلاش صحباتك دول حاضر، ما تروحيش لمامتك كتير حاضر، فبتسيب حاجات كتير قوي كانت بتدخل عليها السعادة. طب انا عايز اسال بقى، احط نفسي مكان الجانب الاخر واقول ان احنا ليه دايما بنقول ان الزوجة هي اللي تقدم للزوج، ليه الزوج ما يقدمش للزوجة؟ ما هو يا سيدي ده الطبيعي،
يعني هي قالت سألتها في طفل في أطفال قالت في طفل ليه عشان خطر الطفل ده ما نقربش وجهات النظر ما نحاولش نقدر نقول نتساهل شوية علشان خطر الطفل علشان خطر الحياة علشان خطر إرضاء لله ورسوله ما نعم بالله طبعا أنت تعلم جيدا أن احنا الهدف من مثل هذه البرامج أن احنا بنناقش موضوع محدد في كل حلقة ما بنقدرش نغطي كل الموضوعات فاحنا بنفترض النهاردة أن هما الاثنين عندهم هذا الخرس ولكن عند الشكوى فطرف يشكو زي ما شيماء اشتكت فاحنا بنوجه ليها النصح ليه املا في ان الشخص الاخر يتاثر ويقرب منها وبالتالي يفهم انه كمان عليه دور لكن للاسف مش كل الرجال عندهم هذا الفهم وهذا الوعي او هذه الثقافه نعم طب فهو بياخد الموضوع من جانب واحد من جانب واحد أمة الله من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بيك اتفضلي لو سمحت يا دكتور عندي مشكله اتفضلي متجوزه بقالي 8 سنين وجوزي مفيش تفاهم انا وهو خالص انا معايا تعليم يعني كليه جامعي وهو تعليم متوسط حالتنا الاجتماعيه كويسه جدا يعني بفضل الله حالتك انت الاجتماعيه ولا حالتكم انتوا الزوجين احنا الاثنين انتوا الاثنين طب انا يعني عايز اقول لك حاجه بس يعني هدي من روعك يا أمة الله ان شاء الله لكل مشكله حل ربنا جعل لكل مشكله حل بدليل ان ربنا خلق لنا اسمى حاجه وهو العقل فانت ان شاء الله هنجد لها حل ولكن انت هدي من نفسك وفي نفس الوقت اشرح للدكتور ايه اللي بيحصل بالظبط بكل بساطه وبسرعه اتفضل انا يعني الطب النفسي عندي شيء مهم جدا ويعني حاسه ان هو شيء ايجابي في حياه الانسان وبيحل كل مشاكله ورحت لدكتوره نفسيه بس مره واحده بس يعني تمام فالمشكله ان هو ما فيش تفاهم بينا خالص كل حاجه زي الاخت اللي قبليها ما اتكلمت وقالت يعني كل ما اتكلم لا انت رايك غلط انت بتعارضيني انت بتعنديني وخلاص وانا مش بعنده والله ولا حاجه انا مجرد ان انا بقول رايي بس طب رايه بيبقى صح ولا رايه بيكون فيه تزمت بس وخلاص ان هو يقول رايه يعني مثلا ببقى مثلا عايزه اروح يعني افرح قرايبي او كده اما اروح اي مناسبه تخصني يبقى جاي معايا مكشر مش مبسوط يعني قرايبه ماشي كويس تمام وكل حاجه وانا ببقى يعني كويس المشكله ان اول ما اتجوزنا كان المشكله بس يعني مامته كده هو الابن الوحيد فمامته واخواته كده وانا ما كانش ليه علاقه بيهم بس ما كانوش بيحبوني خالص ما فيش مشكله يعني مامته توفت وكده وهو عارف ان الموضوع من عندهم هم انا عندي بنتين واحده يعني كي جي 2 واحده نونو سنه وكم شهر ربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله المشكله من ساعه ما بنتي الصغيره دي اتولدت انا اكتشفت بقى ان هو يعني وانا حامل كده ان هو بيكلم واحده المستوى الاجتماعي بتاعك المستوى الاجتماعي بتاع عيلتك وعيلته متقارب ولا في لا متقارب خالص متقارب طيب. هو بيكلم واحده وانت عرفتي بالموضوع ده وعرفتي ان انت عرفتي ولا لا ايوه المهم وانا حامل عرفت النمره هي النمره هي بقيت اقول له دي واحده يقول لي لا والله ابدا لا المهم خلاص قفلت الموضوع بعد ما ولدت بقى تفاقمت المشكله بقى اكتر وبنتي الصغيره دي بدات دراسه تفاقمت المشكلة بقيت تتصل أرد وقت ما بنتي رايحة المدرسة أرد يعني ألاقيها بتهمهم كده وأسلوب غير لائق المهم خليت حد يعني حد قريب يكلمها يعني جوز أختي يكلمها قالت له أنا عارفة أن أنت تبع دي اللي هو أنا ولو ما بعدتش عن طريقي أنا هخرب بيتها وهي وأنا جوزي أنا واحدة محترمة متجوزة أنا واحدة متجوزة واحد محترم وبحب جوزي تمام انت بتحبي جوزك ومنين بتخونيه طيب بصي يا أمة الله يعني يا ريت تتابعينا ان شاء الله هنجاوبك باذن الله وان شاء الله ربنا يجعل لهمك باذن الله فرج باذن الله قريب معانا الاستاذ اكرم من القاهره اهلا بيك اكرم استاذ اكرم اهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته معلش انا بس يعني ليا تعليق صغير كده يعني معلش يعني بس في عجاله اتفضل حضرتك عشان بس وقت ثلاث دقائق انا اسمي اكرم وشغال معالج ادمان ومعايا دبلومه في العلاقات الزوجيه اهلا بيك هوضح حاجه يعني طبعا الدكتور فوق راسي اتفضل سريعا بس يا اكرم الله يخليك عشان يعني الوقت بس بينتهي اتفضل حضرتك أهلا طيب حاضر انا القصه كلها اللي انا شايفه ان الموضوع في ان احنا الاسر المصريه كلها عندها وصمه في موضوع المشاعر يعني عندنا عيب في شويه مشاعر عيب ان احنا نعبر عنها يعني تلاقي الزوجه مثلا لو قالت للزوجه ان انا مشتاق لك او انا مشتاقه لك تلاقي الزوج يرد رد اللي هو انت كبرتي وخرفتي يعني مفيش استقبال للمشاعر مفيش لغه المشاعر عيب. عندهم يعني. نعم سامعني لا ايوه مفيش لغه المشاعر تاني نقطه في وصفه زائد ان في حاجه مهمه جدا ان اصلا تركيبه البرين او المخ بتاع الست غير تركيبه مخ الراجل يعني الراجل بعد يوم شاق جدا طويل يرجع البيت
70% من مخه يطفي يعمل اوف و30% بس يفضل شغال. فتلاقي حضرتك قاعد على الكنبه بيقلب في التلفزيون مش قادر يتكلم، الست بعد يوم شاق طويل جدا 30% بيطفي و70% بيشتغل. فهي تلاقيها نطه في ودانه وهو قاعد مش طايقها، لان هو مش فاهم تركيبه مخها وهي مش فاهمه تركيبه مخه. هي القصه كلها سوء فهم، عدم اختيار الوقت الجيد للتحدث او الحديث بين الطرفين. نعم ثالث نقطه، زائد ان مفيش حاجه اسمها ان انا حاسس بكذا، انا بعبر عن كذا، انا بحبك، انا مشتاق، انا متضايق منك. حتى من واحنا اطفال صغيرين يجي العيل الصغير يقول لمامته انا زعلان من بابا، الام على طول ترد تقول له عيب، حد يزعل من بابا؟ عملت له بلوك على المشاعر، قفلت مشاعره. هو مش عيب ان انا ازعل من بابا، لكن هو المفروض ان انا اكلمه بطريقه محترمه. صح، هو ده الموضوع. الست عندنا اغلبيه الاسر في مصر يعني اسر يا اما مضطربه يا اما صحيه، المتوازنه اللي في النص دي واحد. الاسر المضطربه عندها حاجه اسمها يعني الاشارات السلبيه، انا لو زعلانه من جوزي. نعم. يمكن انا بشكرك يا استاذ اكرم، شكرا جزيلا. يمكن زي ما انا قلت لحضرتك احنا ملتزمين بالوقت، لكن انا بحترم رايك جدا وكلامك جميل جدا ومنسق ومرتب، فانا بحييك جدا على هذه المشاركه وبحيي كل اللي بيكلمونا طبعا على هذه المشاركه. في عجاله يا دكتور، احنا نرجع تاني لأمة الله بسرعه جدا عشان وقت الفقره بينتهي. طبعا هو واضح ان في كذا نقطه هي اثرتهم. النقطه الاولين قطاع التواصل او قطاع الحوار بينهم وبعض، تقليل الشأن، الحط من القدر، وفي نفس الوقت كمان بتتكلم على خيانه. واضح ان الموضوع لازم يراجعوا بعض، لازم تحسسوا ان هي ليها كيان في البيت. الكيان ده لن يتأتى بالخناق ولن يتأتى بالصوت.